What is up brothers and sisters؟ انا جيت لكم عاوتاني فيديو جديد. في الفيديو الاخوان ما تنساوش تدعمونا بلايك بشير و بسبسكرايب، اللي مازال ما امونيش تابونا دابا حيت مازال جايين فيديوهات واعرين اللي غاديين نفعكم. النهار هذا غادي ندوي لكم على المصاريف كامله اللي خاصك ديرها في راسك قبل ما تدفع، قبل ما تعول انك تدفع لفرنسا. غنقول لكم كاع المصاريف اللي دزت منها انا واللي دازو منها كاع التلاميذ والتلميذات اللي دفعوا الكونفيسونس. وخاصك تعرف بان في الاخر راه ماشي الا خلصتي هادشي راه غادي تاكسيبتا، راه تقدر تخلص هادشي كامل وما تاكسيبتا ما والو، يمشيو لك هذوك الفلوس هباء منصوره. ولكن الناس زعما اللي عندهم اللي ماشي مشكل الا خسروا هادشي، زعما كنقول لهم زعما ماشي مشكل، هاني فهمتي حتى انا زعما شحال مره خسرتهم وهاني ماشي مشكل. اول حاجه غادي نبداو بها هما لي فري ديال الدوسي ديال الكونفيسونس، هذاك هذاك الانترميديير ما بينك انت وما بين لي فاكولتي هنايا في لي زونيفرسيتي. هو كومبيسونس راكم كاملين كتعرفوه. نخليكم مع السبونسور ديال هاد لا فيديو اللي هو سندويف. سندويف هي واحد لابليكاسيون اللي كتخليك تصيفط الفلوس من فرنسا للمغرب بصفر درهم، ما كتخلص عليها حتى ريال. اون بليس دو سا لو كود اولا الصرف ديال الاورو كيكون طالع. ونزيدكم عاوتاني الا دخلتوا هاد الكود برومو اشرف 10 غتزيدكم 10 اورو. باغ اكزومبل الا صيفطتوا غير 1 اورو غتوصل لهداك السيد اللي صيفطتوا ليه غتوصل ليه 120 درهم. ونزيدكم عاوتاني حتى نتوما تقدروا تربحوا 10 اورو الا مثلا ملي كتكري الكونت ديالك كيكون عندك واحد الكود برومو، الا عطيتي لشي واحد ودخلوا حتى انت غتربح 10 اورو هو غادي يربح 10 اورو. كتحتاجوا غير السميه والكنيه والنمره التليفون ديال داك الشخص اللي غادي تصيفطوا ليه، ومن بعد كياخذ الفلوس من شعبي كاش. بلا ما نطول عليكم غنخلي لكم اللين في الديسكريبشن باش انستاليو هذيك لابليكاسيون، وما تنساوش تدخلوا الكود باش تستافدوا من 10 اورو. لي فري جيستيون ديال هذاك الدوسي راه كتخلص عليه شحال 1900 درهم. المهم نوطيو هادشي الا بغيتو، سينو راه ما عرفتش واش نقدر نزيدهم بالمونتاج. المهم 1900 درهم الدوسي. انا الدوسي فاش عقلت عليه ا ليبوك شحال هادي كندير 1000 درهم، يعني تقريبا زادوا الدوبل. شي مشكل هادشي غادي كيتزاد الاخوان خصكم تعرفوا. من بعد الاخوان كاينين لي فري ديال تي سي اف ولا تيف، يعني هذاك لو ديبلوم اللي غادي تحتاج باش انك تجيك اكسبتاسيون على برا. خصكم تعرفوا بلي كاينين واحد الناس كيكونوا ديسبونسي من هذا سميتو ما كيخلصوش، بحال الناس اللي قاريين واقيلا في ليميسيون اللي تابعين لفرنسا ولا المهم كاينين ديكا اللي ما كيخلصوش. ولكن انا بويسك ما قريتش تما يعني خلصت شحال. عندكم بور لو تي سي اف كاين تي سي اف تي بي يعني تو بيبليك، وكاين واحد تي سي اف اخر سميتو اس او سور اورديناتور شي حاجه بحال هكا، يعني كتدوز نيشان في البيسي وكيعطيوك ديك الساعه الريزولتا. انا كنت دوزت تي بي ونورمالمون الثمن ديالو 1800 درهم. و اليبوك عاوتاني انا ديما غنجيب لكم اليبوك كان ب 1000 درهم وزادوا 100 زادوا 100 درهم وزادوا 200 درهم بقاو غادي توصلوا 1800 درهم. يعني غادي داك الشيء كي سميتو. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يدوزوا تي سي اف بغاو يدوزوا تيرف، كما قلت لكم تي سي اف كيبقى عامين والتيرف كيبقى ديما. بالنسبه للتيرف في نيفوات بحال تي سي اف ا1 ا2 بي1 بي2 سي1 سي2. بالنسبه للتيرف على حسب الديرف ولا الدرف، الديرف ولا الدرف على حسب النيفو اللي بغيتي دوز. مثلا بغيتي دوز بي2 ها الفلوس ديالو شحال، بغيتي دوز سي1 ها الفلوس ديالو، وانت غادي هو كيطلع. مثلا بويسكو ما انا كنت دوزت الديرف بي2 حيت بي2 هو سكور مينيموم اللي كيبغيو زعما الجامعات ولا شي، كنت دوزتو ب 800 درهم ولا مع 900 درهم واخيرا 900 درهم حيت هو كان شحال هذا رخيص وغادي كيتزاد. المهم كيمشي من 800 درهم وهو غادي طالع حتى واقيلا 1500 درهم. مثلا جو بونس هذاك السي 2 اللي هو النيفو الكبير واقيلا شي 1500 درهم. و جو بونس حيت انا فاش كنت دوزتو ما كانش ايتيديون، يعني خلصت 900 درهم كامله. جو بونس الا كنتي ايتيديون كينقصوا لك شي حاجه، كينقصوا لك واحد 200 درهم ولا ما عرفتش ولا 150 درهم. المهم الا كنتي ايتيديون كدير معاك اتيستاسيون دو سكولاريتي بانك كتقرا وكيحيدوا لك هذيك، المهم يحيدوا لك 150 راه مزيان يحيدوا، المهم كيحيدوا لك شويه. انا متاكد من هذه حيت واحد البنت كانت دارتها نقصوا ليها. هذا بالنسبه للديبلوم وحيدنا دابا الدوسي. من بعد الاخوان فاش تجيكم واحد لاكسبتاسيون يعني تجيكم البروسيدور ديال الفيزا. خصكم تعرفوا الفيزا حتى هي شحال كتخلصوا عليها حيت هي غتحطوا فيها الفلوس. بالنسبه للفيزا الاخوان عندكم دابا باش كتقلب على داك الرونديفو في تيلس، دابا انت لقيتي الرونديفو كيعطيوك واحد لو كود وخاصك تمشي تدير ريزيرفاسيون. انا في ليبوك ديالي كنا كنمشيو كنخلصو في وفا كاش، واقيلا كنا كنخلصو في وفا كاش 330 درهم. هذيك 330 درهم بحال كتقول لهم هاد الرونديفو ديالي، بحال كتسبق لهم داك الفلوس هاد الرونديفو ديالي. الا ما خلصتيهاش ما كيكونش عندك هذاك الرونديفو، وكتكون عندك واحد المده باش تفاليدي هذاك الشيء. هادوك صحاب تي ال اس كيعطيوك واحد الكود صافي باش كتسمى بانك فاليديتي هذاك السبوت، ونهار فاش غيوصل هذاك الرونديفو انت غادي تمشي لتي ال اس باش تعطيهم الدوسي ديالك اللي كتكون ديجا وجدتيه. اللي ما عرفش شنو هو الدوسي ديال الفيزا راه ديجا درت فيديو شحال هادي على الدوسي ديال الفيزا. المهم 330 درهم عقلوا عليها مزيان. من بعد هادو راه ماشي ديال الفيزا غير ديال الريزيرفاسيون ديال الرونديفو. من بعد الفلوس ديال الفيزا راه شي 99 اورو ديال ايتيديون كتقام بحال قلتي 1080 درهم شي حاجه بحال هكا 1080 درهم.
المهم الا ما خفت نكذب الاخوان حيت ديفون كان باش نقول شي حاجه ما عارفش، ولكن الا ما خفت نكذب انا كتخلص 550 درهم ماشي 1080 درهم. المهم تاكدوا من هذه العيبه هذه، انا كتخلص 550 درهم واش داكشي تزاد. المهم انا تشيكيت مؤخرا البارح لقيت بانه راه 1080 درهم فيزا ايتوديون شحال كيخلص، ما عرفتش انا واش كانوا غلطوا. المهم انا كنت باقي كنعقل خلص 530 ولا 550. الاخوان خاصكم عاوتاني تصوروا، خاصكم ديروا التصويره ديال الفيزا باقي لا شي. المهم علاش جبت التصويره؟ واخا دوك الفلوس زعما ما كيهموش، غير بالنسبه للبنات اللي كيديروا الحجاب راه ما بقاوش كيقبلوا التصويره بلا بالحجاب، يعني خصك ديري التصويره بلا حجاب هذه معروفه. كنت كنعرف واحد البنت كانت دات التصويره بالحجاب، يعني مشات عند مصور تصورات بالحجاب، وملي دارت هذوك التصاور في الدوسي، حيت في الدوسي كيطلبوا لكم التصاور ديالكم فيه لي نورم ديال الفيزا، يعني لو فون واخا خصو يكون بيض تعرف بحال هكا، وقالوا لي لا راه خاصك تصويره بلا فيزا، وعاودت التصويره وسط التعلس لداخل عاودتها بشي 50 درهم. هذا الاخوان خصكم تعرفوا واحد القضيه، راه ماشي كاع الناس كيسكنوا في المدينه اللي فيها الانستيتيو الانستيتيو فرونسي، وماشي كاع الناس كيسكنوا في البلاصه اللي كاين تالس، يعني راه كاين ناس مثلا كيجوا من الجنوب، انا كنت ديك الساعه كنمشي وعندكم حتى الفلوس ديال الترونسبور، كنت كنخلص الترونسبور من البلاصه فين كنت ساكن، واقيلا كنت مشيت لمراكش يمكن كنا تابعين لمراكش ديك الساعه، ولكن من بعد فاش وليت تابع لكازا ما يعني ما دخلش هاد لي فري. غير خصكم تعرفوا بان الناس اللي ما عندهمش اللي بعيد عليهم تالس ولا الانستيتيو فرونسي فين غيدوزو تي اس اف، راه خصهم يعرفوا بان راه كاينين لي فري ديال الترونسبور باش غتمشي لهذيك المدينه. هذا الاخوان غنهضروا دابا فاش نهار غادي تجي لهنايا بلا ما ندويو على الثمن ديال البي ديال الطياره، حيت داكشي راه صباغي يقدر يكون طالع يقدر يكون هابط على حساب. انا باقي كنعقل ديك الساعه كنت قطعت 4500 درهم ولا 5000 درهم، كان ديك الساعه الكوفيد وما كانش بزاف ديال لي شوا، يعني عندك لارام ولا اير فرونس، دخلت لقيت اير فرونس غاليه وخديت مع لارام، كانوا تقريبا مقاربين قلت لارام بعدا المهم كنعرفهم فهمتي، يعني واحد زعما الشركه اللي ما كانش غادي تحبس ديك الساعه بالكوفيد، خفت لا اير فرونس شي نهار تسد ولا شي حاجه، ولكن كنت متاكد بلا لارام هي اللي كانت كتمشي، وداكشي علاش قطعت معاهم وكنعرفهم كنعرف السيرفيس ديالهم. ملي كتجيو لفرنسا المهم دوك لي فري ديال التفاتف ديال لي زابونمون داكشي ديجا هضرت عليه، غير اللي بغيت نقول لكم اللي ضروري غديرها اول مره غادي تهبط هنايا 50 اورو غتخلصها باش تفاليدي الفيزا ديالك 50 اورو. بالنسبه لشحال غتخلص لافاك فين غتقرا راه سا ديبون، مثلا نفترضوا بان ديك لافاك ما طلعاتش لي فري، يعني بحال دابا انا فاش كنت كنقرا ما كانوش مطلعين لي فري، يعني شحال كنا كنخلصوا؟ كنا كنخلصوا على ليسونس يعني ال1 ال2 ال3 كنا كنخلصوا 170 اورو، الماستر ام 1 ام 2 كنا كنخلصوا 243 اورو، اللي كنقول لكم لي مونطون راه العام، مثلا ام 1 243 اورو، ام 2 243 اورو، اللي هي تحيه الصراحه. بالنسبه للناس اللي كيديروا الدكتوراه 380 اورو، بالنسبه للناس اللي كيقراو في ديزيكول دانجينيور بحال ينسا بحال الانجينيور كاملين كيخلصوا 600 اورو العام، غاليه عندهم شويه. هادو افترضوا بان لافاك ولا ديك ليكول ما زادش لي بري، اما الا زاد لي بري يعني كطلع مثلا بوغ ليسونس كتولي 2700 اورو، من 170 كتولي 2700 اورو، وبالنسبه للماستر كتولي 3700 اورو، انتقلت من 243 اورو ل 3770، يعني داكشي هيوج. ولكن من بعد راه جو بونس كديروا واحد لا دوموند ديال انكم زعما راه ما عندكمش باش تخلصوا داكشي، جو بونس كيديروا لكم واحد الغومبورسمون. المهم كاينين الدراري اللي عرفتهم داروا هذا البلان هذا، المهم فكروا في هذه اللعيبه هذه. وبيان سيغ ما نساوش واحد المونطون اللي كبير اللي هو ديال البلوكاج اللي كنتي كتبلوكي في حالة ما الكارون ديالك كيسكن في المغرب، اللي هو انا كنت بلوكي ديك الساعة 85000 درهم. جو بونس دابا مع شوية تبدلت الحياة حاولوا تبلوكيو 90000 درهم فهمتي، نزيد واحد 5000 درهم إلا كاينة ما كايناش صافي خليها 85000 درهم. هادشي ما هضرناش على البريفي حيت البريفي كلها ايكول وبشحال، ودابا راه بادي الماتش والله إلا بادي الماتش وكندير لكم فيديو ماتش ديال البرازيل با با. Mandando passinho pra lá e pra cá, jogadinha do paquetão. Jogadinha do paquetão. بالنسبه للبريفي عندك ما بين كاينين ديال 8000 اورو العام، كاينين 10000، كاين 11000، كاين 12000، كاين 12000 اورو ماشي درهم، وكاين 6000 وقيله هي العيانه كاع. المهم شي حاجه بحال هكا ما نقدرش نفيدكم بزاف، ولكن اللي شفت انايا كاين 10000 8000 بحال هكا 9000 هي اللي كثيره، هادشي اللي كاين بالنسبه لسميتو. ومن بعد راه كيبقى لكم الكرا ديالكم، انا غير قلت لكم داكشي اللي كاين باش تعولوا عليه قبل ما تدفعوا الفيزا، وراه هادشي كامل اللي قلت المصاريف اللي كاينين ديال الفيزا ديال هذاك الشيء الا ما تقبلتيش، ولا وديال الدوسي ديال تي سي اف الا ما تقبلتيش راه كاين شي، يعني راه بحال ما درتي والو. باغ كونطخ مثلا تي سي اف كيبقى عامين، يعني غيبقى لك العام الجاي، ولكن العام الجاي عاوتاني جاتك غوفي حتى هي مشات. داكشي علاش كنصحكم ديروا الدالف ولا الدالف، الدالف ولا الدالف كتخلصوه الا جبتوه صافي ما كتعاودش تدوزو، يعني كتسنى المصروف ديالو. باغ كونطخ الدوسي ديال كومبيسونس ديك 1900 درهم راه اشاك فوا كتعاود الدوسي اشاك فوا كتخلص. هادشي اللي كاين الاخوان، بغيت نطول عليكم الاخوان، ما تنساوش ديروا لنا اللايك فهمتي بالزربه طق،
وراجعين شي فيديوهات نقولها This vitesse.